العالمي في قلعة حلب، تتكرر إنجازات سياحة حلب على هذه المدرج، تتكرر تكريم السيد وزير السياحة بشير ياجي لأن تكون مدينة حلب هذا العام هي الاحتفال المركزي في يوم السياحة العالمي. اليوم ومع هذا الجمهور الغفير الذي ترونه والذي جاء ليحضر حفل المايسترو إياد الرماوي، أيضا رسالة للجميع أن حلب تعود للحياة، تعود للتعافي، تعود لتكون مدينة الطرب والفن. مثل ما يكون شايفين الجماهير الحلبية كلها موجودة، الجماهير اللي عانت الحصار وعانت الأزمة وهلأ هي تشاركنا فرحة الانتصار في مدينة حلب. اليوم نحن كلياتنا مبسوطين بهالناس كلياتها بهالفرحة الكبيرة يلي اجتمعنا فيها اليوم. نحن كمتطوعين كناس كعالم بحاجة لهذه الفرح. 7 سنين نحن كنا عايشين بالظلم والألم والحزن، اليوم صار من حقنا أنه نفرح. عم نشوف الفرحة بعيون كل شخص من هالناس، عم نشوف الفرحة بعيون كل شخص من هالعالم. اليوم نحن من حقنا نفرح، من حقنا نقول كلماتنا، من حقنا نقول كل كلمة على أرض هاي الواقع. حلوة لأني النصر كتير غالي وكتير حلو، وهي من ثمرات النصر ببلدنا، وإن شاء الله على يكون النصر بكل سوريا يا رب. يعني أنا بعد غياب 6 سنين يعني شعور لا يوصف، شعور رائع جدا، وإن شاء الله الحمد لله يعني الصورة كتير 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 متحسنة، ونحن بنتوقع لسه الأحسن والأفضل من هيك. وأنا بدعي لكل المغتربين الموجودين من الخارج، رجعوا رجعوا رجعوا، ما في شيء، وهي حلب.